بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة كالعادة لتعليم اللغة الفرنسية مع كتاب ليغ اي كومبخوندر. طبعا لازلنا مع الصوتين، صوت إي ثم الصوت إيون. طبعا استكملنا هذه الصور والكلمات pour l'instant on prononce ce paragraphe dans lequel nous allons voir un qui s'écrit avec EM qui s'écrit avec EM. إذن سنرى هذا الصوت أن كامل، وعندنا هنا EN صوت أن. صوت أن يكتب EM مثلا كما في كلمة تترومبل، كما في تترومبل. طبعا نتكلم هنا على اللغة ترومبلي، ترومبلي يعني ارتجافة، تترومبل أنت ترتجف. إذن كما نلاحظ هنا أننا ننطق هذه الكلمة كما لو عندنا هنا لا لاتر إن يعني حرف النون، على عندنا حرف النون هنا تي ترومبل. ici on a le verbe trembler. اذا هنا عندنا le verbe trembler فعل ارتجف، تي ترومبل انت ترتجف. ومنها le tremblement de terre ارتجاف الارض، بما معناه le séisme الزلزال. اذا نتكلم عن الزلزال le séisme. تي ترومبل أنت ترتجف. As-tu emporté ton manteau؟ As-tu emporté ton manteau؟ As-tu emporté ton manteau؟ هل أنت حملت معك معطفك؟ As-tu emporté ton manteau؟ manteau le manteau المعطف. As-tu emporté ton manteau؟ Tu trembles. As-tu emporté ton manteau؟ As-tu emporté ton manteau؟ إذن أنت ترتجف، هل حملت معك معطفك؟ trompe ta main dans l'eau، trompe ta main dans l'eau، trompe ta main dans l'eau، trompe ta main dans l'eau. اغطس يدك في الماء. طبعا نتكلم هنا على الverb tromper، انك تغطس، انك تغمس شيئا ما. مثلا tromper le pain dans le lait، tromper اذا نتكلم عن tromper يعني انك تغطس. trompe ta main dans l'eau، اغطس يدك في الماء. امبراس تامير تقول للطفلين امبراس تامير قبل امك. طبعا هنا عندنا لو فيرب ترومبي، هنا عندنا لو فيرب امبراسي. امبراسي ترومب تامير، ترومب تامير دون لو، امبراس تامير تي ترومبل. اتي امبورتي طون مونتو، اتي امبورتي طون مونتو، ترومب تامير دون لو، امبراس تامير dans la montagne في الجبل. سنرى بعض الأصوات مثلا ني la montagne la vigne سوبيني سوبيني la montagne la vigne. إذا la montagne الجبل، la vigne نتكلم على الكرمة، الكرمة أو الدالية. سوبيني أنك تستحم، أنك تدخل الماء. ثم عندنا واه، واه كما رأينا فيما سبق لو سابان بوانتي. لو سابان نتكلم عن نوع من الأشجار مخروطية الشكل، بوانتي كي سو تيرمين باغ اون بوانت، كما نقول بأنها تنتهي بشكل مسماري، أن في قمتها أنها حادة، ليست كباقي الأشجار أن مثلا عريضة، بل نجدها حادة في الأعلى. إذا نتكلم عن لو سابان بوانتي، لو سابان بوانتي تنتهي بشكل مسماري. سي لوان، سي لوان إنه بعيد، موان، موان ناقص أو أقل، ناقص أو أقل إلى غير ذلك. أونسويت هنا توت لا فامي إي بارتي دون لا مونتان، توت لا فامي إي بارتي دون لا مونتان، كل العائلة إي بارتي أنها انطلقت أو ذهبت دون لا مونتان في الجبل. المقصود هنا إلى الجبل، إلى الجبل، أنهم تيقولوها بهذه الطريقة دون لا مونتان، تيقولوا في الجبل، يعني كل عائلة ذهبت في الجبل، المقصود أن ذهبت إلى الجبل. توت لا فامي إي بارتي دون لا مونتان، توت لا فامي إي بارتي دون لا مونتان، كل العائلة ذهبت إلى الجبل.
l'oncle, la tante, le petit René et sa cousine. إذن كل العائلة ذهبت إلى الجبل. العم أو الخالة، الخالة أو امرأة العم أو امرأة الخال، أو العمة تسمى لا طونت، لو بوتي روني ثم روني الصغير، إي سا كوزين وابنة عمي، إي سا كوزين وابنة عمي أو ابنة خالي. إذن كما قلنا العائلة كلها مشات للجبل، العم والزوجة ديال العم وغوني الصغير وسا كوزين ثم ابنة عمي. توت لا فامي اي بارتي دون لا مونتان، لونكل لا طونت لو بوتي روني اي سا كوزين. طبعا ممكن نقول هنا مثلا توت لا فامي اي بارتي ا لا مونتان، يعني كل العائله ذهبت الى الجبل. ممكن نقول هذا ايضا كما عندنا هنا، يمكننا القول توت لا فامي اي بارتي دون لا مونتان. Donc la tante, le petit René et sa cousine. Toute la famille est partie dans la montagne. L'oncle, la tante, le petit René et sa cousine. Deuxièmement, la cousine de René est une jeune fille blonde. La cousine de René est une jeune fille blonde. La cousine de René est une jeune fille blonde. Eden ibnet am René ou ibnet khal René est une jeune fille blonde. إذن هي بنت صغيرة، هي بنت صغيرة بلوند، أنا شقراء، شقراء. La cousine de René est une jeune fille blonde. Dans la montagne, ils ont vu un lac tout bleu. إذن في الجبل، dans la montagne في الجبل، ils ont vu، هم رأوا. إذن ممكن نقول La tante a vu, le petit René a vu, sa cousine a vu. L'amma, زوجت العم, أنها رأت, le petit René a vu, René الصغير أنه رأى, sa cousine a vu. ابنة عمي أو ابنة خالي إلى غير ذلك أنها رأت, ولكن في الجمع نقول, ils ont vu, هم رأوا. La conjugaison du verbe voir au passé composé. إذن عندنا صرف voir. إذا عندنا صرف فعل رأى، لو فيغ فواغ أو باسي كومبوزي، طبعا نوع من الماضي. إذا نقول جي في، تو افي، إل افي، نو زافون في، فوز افي في، إل زون في، ماشي إل سون في. إل سون في يعني أنهم هم تشافوا، إلا زدنا واحد إس هنا، هنا غيولي عندنا إتر. طبعا مع إل افيك إس، الفرق بين إتر وبين أفواغ هي هاد إس. أفواغ ما عندناش إس، أما في إتر تتكون عندنا إس، نقول إيلز سون، في أفواغ نقول إيلز أون، تنديرو لا ليزون ديال هاد إس مع هاد أو، نقرأوها كزيت، نقول إيلز أون، إيلز أون في، هم رأوا، أما إذا قلنا إيلز سون في، يعني هم رؤوا، يعني هما تشافوا، هما تشافوا، يعني أن الناس خرين شافوهم، إيلز أون في، ألاك. هم رأوا بحيرة تبلة كما شرحنا فيما سبق. كما نقول هنا كل زرقاء، المقصود أنها شديدة الزرقاء، شديدة الزرقاء، يعني أنها زرقاء مزيان. La cousine de René est une jeune fille blonde dans la montagne. Ils ont vu un lac tout bleu autour du lac. Autour du lac. Autour du lac. Il y a des sapins pointus. Il y a des sapins pointus. Il y a des sapins pointus. On a qu'un jar. Makhrouti yat shakl. Tout sama. Sapin. Autour du lac. Il y a des sapins pointus. Haoul al-Buhayra. On a qu'un jar. Makhrouti yat shakl. Pointus. النحدة في أعلى. troisièmement on ne peut pas se baigner dit l'oncle. L'eau est froide. René trempe sa main. C'est vrai la mer est moins froide. On ne peut pas se baigner. لا يمكننا الاستحمام. لا يمكننا العوم. dit l'oncle. يقول العم أو يقول الخال. L'eau est froide.
الماء بارد. غني ترامب سما غني يغطس يده. طبعا سيغطس يده ليرى هل صحيح بأن الماء بارد. ثم يقول غني سيفغي إنه صحيح لمير إموا فخواد. البحر أقل برودة. البحر أقل برودة. إذا البحر ماشي بارد بحال هاد البحيرة. أون نو بو با سو بيني دي لونكل لو إي فخواد. غوني تخون سما سيفغي لمير إموا فخواد. ثم غوني شيرش دي غريون دون لي ترو. غوني شيرش دي غريون دون لي ترو. طبعا كما راينا لي غريون هو لاستان غريون. غوني شيرش دي غريون كوم نو لافون ديجا دي ان غريون دون سون ترو. ان غريون دون سون ترو في غارية. اذن الحشرة موجودة في غارية. هنا عندنا غوني شيرش دي غريون دون لي ترو. دون لي ترو اذا غوني يبحث عن دي غريون دون لي ترو يعني في الثقوب. كلما وجد ثقبا الا وبحث فيه عن هاد الحشرة. غوني شيرش دي غريون دون لي ترو. دون لي ترو لا كوزين دو غوني ابري ان جولي بابيون. اذن ابنة عم غوني او ابنة خال غوني الى غير ذلك ابري ان اخذت. طبعا نتكلمون على لوفير بخوندر وكما قلنا هذا سي لو بارتيسيباسي دو فير بخوندر. طبعا لوفير بخوندر عندو بارتيسيباسي وحيد اللي هو هذا بري تماما كباقي الافعال التي نضيفها. نضيفها طبعا بعد افوار او اتر لنحصل على زمن مركب. طبعا إذا كان أفوار أو إتر في البريزون تيعطينا لو باسي كومبوزي ككل. تيعطينا الباسي كومبوزي ديال هاد بخوندر اللي حنا خدينا منه فقط لو بارتيسيباسي اللي هو بخي. أما إذا صرفنا هاد لوكسيليير أفوار أو إتر في زمن آخر مثلا لامبارفي طبعا هاد بخوندر غيكون في زمن آخر مركب اللي هو لو بلوس كو بارفي مثلا. إذا اللي تيهمنا الآن أن هاد لوكسيليير بحال هنا عندنا أفواغ مصرف في البريزون. وضعنا بعدو لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل حصلنا على لو باسي كومبوزي الخاص بهاد الفعل الثاني ماشي هذا. هذا مساعد لا كوزين دو غوني أبخي أن جولي بابيون. إذن ابنة عم غوني أنها أخذت ماذا؟ ان جولي بابيون فراشة جميلة. المقصود ان القت القبض على فراشة جميلة. لا كوزين دو غوني ابخي ان جولي بابيون. ايل سون روفوني اذا هم رجعوا لو سوار ا لا ميزون. اذا هم رجعوا طبعا عندنا هنا لو فيرب revenir بصرف في لو باسي كومبوزي. ils sont revenus اذا هم رجعوا لو سوار المساء à la maison الى المنزل. اذا هم رجعوا المساء في المساء مقصود à la maison الى المنزل. ils ont vu اذا هم راوا يعني هم راوا شيئا اخر. شنو شافوا؟ هم رأوا اللاك. إذن هم شافوا اللاك. شافوا بحيرة تو بلو جد زرقاء جدا. هنا عندنا إيلسون ما عندناش إيلزون. غوفوني إذن هم رجعوا ماشي هما رجعوا شي حاجة. إذن هنا عندنا هم رجعوا بنفسهم. طبعا لو فيرب غوفونيغ في الغالب تلقاو الافعال تتصرف مع افواغ بحال اللي عندنا هنا. في الغالب تلقاو اكثريه الافعال تتصرف مع افواغ والقله منها
تصرف مع اتر. طبعا غنستعملوا اتر مع الافعال اللي تتعود على الاشخاص. شكون اللي رجع؟ هما اللي رجعوا، ماشي هما رجعوا شي حاجه اخرى. لو كان هم رجعوا شي حاجه اخرى غنستعملوا هنا افوار كما قلنا. اذا هنا ils sont revenus، لو فيرب revenir في طبيعته كما تنشوفوا تيستلزم اتر. مثلا هنا عندنا toute la famille est partie، هاد لو فيرب partir تيعني انطلق، تيعني انطلق او ذهب. اذا طبعا انطلق غيستلزم يكون مع اتر لانه هكا ماشي اطلاق. اما لو استعملنا لو فيرب يعني فعل اطلاق، هنا غيكون فعل اخر في اللغه الفرنسيه، ما غيكونش لو فيرب partir، لان لو فيرب partir يعني انطلق، هذا هو المقصود به. ومن مثلا كلمه لو ديبار، لو ديبار يعني انطلاقه. لو ديبار دو تران سورا اساتور مثلا. اذا انطلاق القطار ستكون في الساعه السابعه. اذا نتكلم على لو ديبار. مثلا نقول نو زافون في لو ديبار ا 6 اور، او مثلا نوتر ديبار سورا ا 6 اور. اذا انطلاقتنا ستكون مع الساعه السادسه. اذا نتكلم على لو ديبار يعني انطلاقه. اذا هنا بارتير تعني انطلاقه. اما اطلق مثلا طبعا سنجد مثلا لو فيرب لونسي او نجد افعال اخرى. اذا هاد الافعال انها تتطلب يكون مع اتر في طبيعتها، هاد الافعال تتطلب يكون مع اتر تماما كما هو فعل روفونيغ او بيان لو فيرب فونيغ. فعل جاء شكون اللي غادي يجي؟ فعل جاء شكون اللي غادي يجي؟ غيجي داك الشخص، غيجي شخص، غتجي مجموعة. إذا نتكلم عن هاد الفاعل هو اللي غادي يجي، يعني أنه غيجي بنفسه، ما غاديش يجي بشي حاجة أخرى. إلا كنا غنتكلمو على هاد الفاعل أو على هاد المجموعة بأنها غتجيب شي حاجة أخرى، هنا ما غنستعملوش لو فيرب غوفونيغ، ما غنستعملوش هنا لو فيرب غوفونيغ في اللغة الفرنسية، غنستعملو فعل آخر. مثلا لو فيرب أمني، مثلا لو فيرب إمني، مثلا لو فيرب أمبورتي إلى غير ذلك. إذا كاين أفعال أخرى عندها هاد المعاني، ماشي لو فيرب غوفونيغ أو فونيغ. مثلا في اللغة العربية نتكلم عن فعل جاء، ولكن ممكن نتكلم مثلا عن جيء بهم أو جيء به. إذا إيلس سون غوفوني لو سواغ أ لا ميزون، إذا هم رجعوا لو سواغ، لو سواغ في المساء، أ لا ميزون إلى المنزل. دوماغوني nous irons à la vigne. Demain, René, nous irons à la vigne. Radani, René, سنذهب، سنذهب à la vigne. إلى، إلى الدالية أو إلى الكروم، إلى حقل الكروم. طبعا هنا عندنا la vigne يعني شجرة العنب تسمى la vigne. ممكن يكون هنا المقصود غدا سنذهب إلى شجرة العنب، ولكن ممكن أيضا يكون هنا المقصود غدا سنذهب إلى حقل العنب. Demain René nous irons à la vigne. Demain René nous irons à la vigne. Ce n'est pas loin. هي ليست بعيدة. Ce n'est pas loin. إنه ليس بعيدا أو إنها ليست بعيدة. Mais il faut se lever tôt. Mais il faut se lever tôt. ولكن يتوجب، ولكن يتوجب الاستيقاظ باكرا. مي ولكن إلفو، إلفو هذا لو فيغ فالواغ. في الغالب هاد لو فيغ فالواغ فعل توجب أنه في الغالب يصرف مع إيل، يعني كأن هذاك الصرف ديالو ما تيكون إلا مع إيل. نقول إلفو يتوجب، إلفو كو جاي تو دو سويت، إلفو كو جاي تو دو سويت، يجب أن أذهب بسرعة. الفوكوجاي يتوجب الذهاب بسرعة، أو يجب أن أذهب بسرعة، يجب أن أنطلق بسرعة. مثلا كما نقول بأن صرفه مقتصر على إيل، ما إلفو سولوفيتو، ولكن يتوجب كما لو عندنا هنا استيقاظ، المقصود هنا الاستيقاظ، تو يعني باكرا. إذا كما قلنا الآن
dans la montagne, la montagne, la vigne, Sobenet, le sapin pointu, c'est loin, moi. Toute la famille est partie dans la montagne. L'oncle, la tante, le petit René et sa cousine. La cousine de René est une jeune fille blonde. Dans la montagne, ils ont vu un lac tout bleu. Autour du lac, il y a des sapins pointus. On ne peut pas se baigner, dit l'oncle. L'eau est froide. René trempe sa main. C'est vrai, la mer est moins froide. René cherche des grillons dans les trous. La cousine de René a pris un joli papillon. Ils sont revenus le soir à la maison. Demain, René, nous irons à la vigne. Ce n'est pas loin, mais il faut se lever tôt. Thomas Indana. Jeu de lecture silencieuse. Répondre oui ou non. L'oubat l'qira samita. Agib bina'am awla. Premièrement, la famille s'est promenée dans les rues. Et de là, il a تنزهت في الشارع في الطرقات هل هذا صحيح؟ La famille s'est promenée dans les rues. العائلة تنزهت في الطرقات أو في الشوارع. Bien sûr que non. Non, la famille ne s'est pas promenée dans les rues. إذا العائلة لم تتنزه في الشوارع أو في الطرقات. Deuxièmement, la cousine de René a des cheveux noirs. ابنة عم روني أو ابنة خال روني a des cheveux noirs. عندها شعر أسود. طبعا هنا نتكلم عن مجموعة شعر. تجي جمع في اللغة الفرنسية. ماشي بحال اللغة العربية عندنا شعر كلمة مفردة. إذا لا كوزين دو غوني أدي شوفو نواغ. إذا ابنة عم غوني مثلا هل عندها شعر أسود؟ هي عندها شعر أشقر. كما قلنا لا كوزين دو غوني إتين جون في بلوند. إذا سنقول هنا نو لا كوزين دو غوني ما با دو شوفو نواغ. نو سي شوفو نو سون با نواغ. إذا شعرها ليس أسودا. Non, ses cheveux ne sont pas noirs. أو نقول مثلا Non, les cheveux de la cousine de René ne sont pas noirs. Troisièmement, René s'est baigné dans le lac. إذا René النوعامة في البحيرة. Bien sûr que non. إذا طبعا لا. René ne s'est pas baigné dans le lac. René ne s'est pas baigné dans le lac. On ne peut pas se baigner, dit l'oncle. L'eau est froide. René trempe sa main. C'est vrai, la mer est moins froide. Et dans واضح بأن René أنه لم يدخل إلى مياه البحيرة. طبعا عمو قال له لن ندخل إلى مياه البحيرة. لن نستحم في مياه البحيرة. لأن الماء بارد. طبعا غوني وافقه وقال له هذا صحيح. غوني شيرش دي غريون. وي غوني شيرش دي غريون. إذا غوني يبحث عن هاد الحشرات كما قلنا. لا كوزين دو غوني أبخي أن بابيون. وي لا كوزين دو غوني أبخي أن بابيون. طبعا نعم. La cousine de René a pris un papillon. Idan ibnet am René ou ibnet khal René anna akhadat yani farasha. Sixièmement, demain René se lèvera tard. Ghadan René sayastayqid. Adnana se lèvera. Adna le verbe se lever au futur simple. Bsarraf le mustaqbel. René se lèvera tard. Idan René sayastayqid mutaakhiran. هل هذا صحيح؟ طبعا ليس صحيحا
Au contraire, demain René se lèvera tôt. Demain René se lèvera tôt. إذن غدا René سيستيقظ باكرا. إذن سنقول هنا non, demain René se lèvera tôt. إذن ليس صحيحا René غدا سيستيقظ باكرا. إذن هذا فيما يخص الفقرة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.